هنا بنتكلم على مسلسل اسود فاتح، المسلسل اللي كان بيتم تصويره وكنا بنتكلم عنه. خلينا نتواصل مع بطلة المسلسل الفنانة هيفاء وهبي، اللي شفنا فيديوهات وسمعنا اخبار انه بيتها تضرر بشكل كبير جدا، ولسه كانت نانسي صلاح بتقول ان هي كاميرا التصوير بالرغم من معرفتها بده. الحمد لله على سلامة الجميع. النجمة هيفاء وهبي، الله يسلمكم والله يسلمك مدام منى، ونحن بنشكركم كتير على كل المشاعر الحلوة اللي شفناها من حبيبة قلبنا مصر، وحسينا قد ايه انتوا معانا يعني في قلبكم، ودي حاجة ادتنا معنويات كبيرة في أزمة احنا لغاية دلوقتي مصدومين من اللي حصل. انت ما تكلمتيش كتير عن الـ الـ الخسائر الكبيرة اللي حصلت في بيتك. أنا ساكنة قدام الانفجار، يعني أنا الانفجار أنا ساكنة على المرفأ قدام المرفأ، فالحمد لله ما كناش في البيت، ولكن هو البيت كله على بعضه يعني بقى عبارة عن شوية حاجات فوق بعضها، بس الحمد لله على كل حال احنا بخير، وده ولا حاجة قدام ناس اتأذت أكتر مننا وضحايا، وشفنا مناظر تخليكي مش مهم أي حاجة، المهم إنه البلد دي يعني احنا نفسنا البلد دي تبقى بخير لمدة طويلة، مش لفترة مؤقتة زي كل مرة. احنا يعني صراحة تعبنا. أولا عليك نور، الكرب وحوادث الأيام ما بتفرقش ما بين غني ولا فقير ولا مشهور ولا مغمور، الألم واحد طبعا بالتأكيد. الألم واحد، وإحنا لبنانيين كتلة واحدة، ويعني اللي يزعل إنه ملامح بيروت راحت، إنه ده حدث يعني إنه طبعا يعني الصدمة كانت أولا الصوت اللي طلع، صوت الانفجار اللي طلع، الأسئلة الكتيرة اللي هو في إيه، هو إيه ده، هو إيه اللي بيحصل، ده كان لوحده حالة رعب كلنا عشناها يعني أكيد. المصايب الكبيرة اللي زي دي ما بتفرقش، احنا شعب واحد واحنا كلنا مع بعض بنخاف على بعضنا اكننا كلنا نعرف بعض، احنا لبنانيين، وفي نفس الوقت احنا اصلا بنعاني من حاجات تانية وتراكمات عايشينها في البلد، احنا خلاص احنا حاسين في بعض من زمان، وجات المصيبة دي حسستنا انه احنا تعبنا يعني احنا زعلانين طبعا. جدا احنا بنروح مش عارفين احنا بنروح ليه، احنا حاسه ان احنا بندفع ثمن لبنانيتنا، انتوا لبنانيين يلا احنا لا، وعندنا اسئله كتير. الشعب في الاخر انا مش مقتنعه انه دي حدث يعني قضاء وقدر، ربنا ما بيعملش ده شغل بني ادمين، معلش. بالرغم من التصريحات اللي طلعت، التصريحات الرسمية اللي طلعت وقالت انه في الغالب هو حدث عارض يعني، وحتى لو هو زي ما حضرتك بتقولي هو نتيجة اهمال، واحنا كلبنانيين ما كناش نعرف ان احنا عايشين على ارض في يوم من الايام هتبلع البلد، يبقى ده اهمال ولا مش اهمال؟ 2750 لما انت تخزن حاجه زي دي طن على مساحه بلد كلها على بعضها 10,000 كيلومتر مربع، ويبقى عليها كل الاطنان دي من المصيبه اللي حصلت دي، ما فيش اي دراسات يعني تقول لهم انه ده مع الوقت هيبقى خطر، وليه احنا كاقتصادنا وسياستنا ما نعرفش كشعب؟ دي البلد اللي عندها القنبلة النووية عارفة ان هم الشعب عارف ان عنده قنبلة نووية مستخبية، احنا ليه ما نعرفش ان احنا عندنا تحت في مخازننا على البحر حاجات زي دي في يوم من الايام تبقى قنبلة بتهدد حياتنا كلنا، اطفال وصغيرين وكبار وناس، وياما ناس قالت مش عايزين نسيب البلد علشان حاجات كنا فاكرينها اقل اهمية من ده، احنا لو نعرف مش عايزين نقعد احنا في بلد فيها الحاجات دي ولا نسكن جنب المكان ده.
قادرة أفهم الغضب والحزن في صوت أي لبناني في هذه اللحظة، قادرة أتحسس الكآبة اللي موجودة بسبب الحادث وما وراء الحادث، قادرة أحس من صوت أنا هيفاء وهبي. أفهم حاجة، تفضل. هو ليه كل دول العالم اتكلمت عن الموضوع على أنه حاجة مش طبيعية حصلت، حاجة عمرها ما حصلت في وطن عربي، إلا إحنا عندنا عايزين يطمنونا أنه لا يا جماعة بتحصل. لا ما بتحصلش، ما بتحصلش. ما حد، إحنا ليه بيطمنونا غصب عننا؟ كل دول العالم مستغربة، اللي بيتكلموا عربي واللي ما بيتكلموش عربي مستغربين إزاي ده يحصل. إحنا يمكن تكون حاجة طبيعية، معلش إحنا آسفين إحنا بنتكلم بالنفس الغضبان ده، بس احنا مش عايزين نقتنع، لان اصلا احنا عندنا اوريدي احنا مشحونين اصلا من حاجات كتير. احنا بنقول لناس كتير امشي عشان تبقى البلد احسن، ما احنا بنزور بلاد عربيه وبنشوف رؤسائها وبنشوف رموزها وبنشوف مصر وبنشوف دبي ويا ربنا يحميكوا ويحمي بلادكوا، بس ما هي بلادكوا بخير عشان حاكمها ناس صح. احنا بس عايزين ناس صح تحكمنا، مش عايزين نتحكم، بس جيبولنا ناس صح تحكمنا عشان احنا نحترمهم ونحترم البلد اللي احنا مش كل يوم نقول عايزين نمشي. طب احنا هو مش عايزين نمشي، هو ده التمن؟ الموقف صعب ومؤلم. هيفاء وهبي اللي دايما صوتها بينبض بالفرحة وبالتفاؤل يا حياة قلبي، ما احنا عايزين ده، ما احنا وش البلد في الاخر، ما احنا الفرحة والتفاؤل ده عشان احنا ده اللي عايزين نطلعه عن بلدنا. مش كل الناس اللي بتزور لبنان بيقولوا دي احلى بلد، واحنا لو لبنان بتاعتنا ولا نسافر اوروبا ولا نسافر معرفش فين من كتر جمال البلد. ما احنا صورة البلد. لو سمعتي صوت الانفجار يا منى، الصوت اللي طلع والله العظيم احنا مش فاهمين. وزلزال هو بركان، انا عارفه انه في ناس كتيره زي هو صاروخ نزل علينا، احنا مش فاهمين. طيب. احنا لو كل بيت في لبنان نزل عليه صاروخ ما كانش هيتدمر الدمار اللي حصل من حته التلحيم اللحم ولا اللي اسمه ايه اللي حضرتك بتقولي عليه. انت لو ضربتنا بصواريخ كل بيت لوحده مش ما بيصير اللي صار. ربنا يخليكم بلدكم والله العظيم، ربنا يرزقنا بريس زي رئيسكم، الله يحفظ الجنيه ويعرف يمسك بلد قد ربع منطقه في مصر مش عارفين يحموها ولا يحافظوا لنا عليها. ويقولوا لك ليه بتحبوا تروحوا على مصر؟ ليه بتحبوا تسافروا على ما اعرفش فين؟ عشان احنا بندور على شويه امان، نحس ان احنا هنا مش في خطر. لبنان الحادثة دي مش بس قلبت مواجع كثيرة، إنما كانت قمة الهرم من ضغوطات كثيرة عاش الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. تواصل أزمة اقتصادية، حرائق، فوضى، ثم انفجار. المسألة كان فيها تصاعد مرعب وسريع جدا على الشعب اللبناني. النجمة هيفاء وهبي في صوت يملأ الحزن والمرارة بعد اللي حصل، قلتي لي انه بيتك بيطل على المرفأ او على الميناء، يعني كم كيلو تقريبا بيبعد بيتك عن الميناء عن الانفجار؟ انا بعيد عني شي 500 متر المرفأ مش اكتر، يعني بس يعني بعد شارع. والدمار شامل في المنطقة، منظر الناس لغاية دلوقتي في حالات كتيرة تحت الانقاض. كل المنطقة دمرت، وانا بالنسبه لي انا بنعمه قدام ناس تانية، ناس في ناس في الشوارع. بيتي دلوقتي من غير بيبان ومن غير شبابيك ومن غير اي حاجه، بس في الاخر في بيت، في ناس قاعده في الشارع عشان تحمي محلاتها اللي اتكشفت، واللي قاعد عشان يحمي رزقه اللي بقى من غير بيبان، واللي قاعد عشان ما بقاش عنده بيت. وفي امهات بتقول بتناشد على التلفزيون دوروا لي على اولادي، اللي ابنها في الإطفائية واللي ابنها كان معدي واللي رايح شغله. البلد مش أنا حاسة إن احنا في الحرب، حتى في الحرب ما كانش فيه الكلام ده. كرب كبير. المنطقة كلها اتدمرت، ووصلت دمار لبعد 15 كيلومتر، فلك أن تتخيلي يعني. وإحنا العمارات كلها بلد على الخليج يعني على البحر، بس الله ستر في حاجة الحمد لله، إن هي كانت عاملة زي المشروم، يعني نص الانفجار نزل في المية ونزل نصه دخل المدينة،
والا الاطنان دي من المتفجرات لو كانت كلها في مصنع مثلا مستخبيه في مخازن جوه المدينه كان اكيد هيبقى دمار شامل. بس الحمد لله يعني على كل حال الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. طبعا ان شاء الله ايامنا اللي جايه تكون حلوه وتكون انا راضيه بكل حاجه ربنا هو اللي بيقسم فيها، هو ربنا عايز كده يحصل كده، بس ما يبقاش عشان ناس عايزه كده. النجمة هيفاء وهبي والكرب لا يفرق بين نجم وغير نجم، بين اللي عنده قصر على البحر أو عنده عشة على البحر، الخراب يطال الجميع والحزن يطال الجميع، مش بس لأن بيتها اتأثر وكله خسائر، إنما لأنها في النهاية تعيش ما يعيشه اللبنانيين وتحلم بيوم فيه الأمان أكثر، فيه المستقبل أفضل.